بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعظم لحظه واعظم حقيقه واعظم مشهد ستشاهده في حياتك هي لحظه الموت ورؤيه العالم الاخر هنا تتحدد حياتك تتحدد حياتك الحقيقيه إما أن تكون سعادة الأبد وسرور الأزل، وإما أن تكون الرعب العظيم والجحيم المخيف. إن كنت من السعداء فلا خوف عليك ولا حزن بعد اليوم، قال تعالى: "لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون". لا يحزنك الفزع الأكبر عند خروجك من القبر يوم النشور. عند النفخه الثانيه تتنزل عليك الملائكه بالبشرى والاطمئنان والنصر والامان يقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذه اللحظه التي كنتم تنتظرونها ايها الصالحون الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون في هذا الموقف المهيب المخيف الفزع الاكبر الله سماه الفزع الاكبر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه في هذا اليوم المهيب انت انت تكون في الامان والراحه في ظل عرش الرحمن لا خوف عليك ولا حزن ولا هم ومن ظل العرش الى الوفد يزفونك الى الجنه زفا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء بقرب رحمان السماوات والارض وكما ورد بمعنى الحديث يؤتى بالموت على هيئه الكبش فينادي مناد يا اهل الجنه فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم ويقال لاهل النار يا اهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم وهم يعرفون انه الموت فيذبح ثم يقال يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت انتهى الحزن انتهى الالم انتهى الخوف انتهى التعب وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ستلتقي باحبابك الذين طال فراقهم في الدنيا بفرحه عظيمه وشوق هائل تحتضنهم وتعانقهم عناق الشوق والحنين بعد الفراق الطويل على سرور متقابلين فرحين مستبشرين في النعيم المقيم نعيم لا يتبدل ولا يتغير في ازدياد وامتداد ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد